من كلادة إلى كلادة ترجع دائرة سفارق وتنتهي دورة الطقوس ليبدأ كل شيء من جديد، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذا سألنا اليوم الأغلبية الساحقة عن عيد الميلاد سنسمع بالتأكيد ولادة المسيح، والقليل من يعلم أن عيد الميلاد كان يأتي عندما يطول النهار الفلكي، كما وأن القليل يعلم أن الحديث يدور عن عيد ميلاد الشمس. هكذا كان الميلاد، وكانت كلادا نقطة انطلاق التقويم الأوكراني وأول الأعياد الأساسية الأربع المتمثلة بالميلاد، ومن بعده الفصح الذي يأتي بعد الاعتدال الربيعي، ومن ثم الغطاس على شرف أطول نهار، وسفيتافيد على شرف المحصول الذي يوافق يوم الاعتدال الخريفي. عاش المزارعون الذين عبدوا الشمس في انسجام مع الطبيعة، ووعوا مدى ارتباطهم بالدورات الطبيعية، وبالتالي فإن الشمس والدورات الطبيعية هي من حدد طريقة تفكيرهم ووقع حياتهم. عشية 19 من ديسمبر كان فيليس، وذلك وفقاً للمعتقدات، يهبط بواسطة الأشعة السماوية، ولقد استبدلته الشعوب المختلفة في يومنا ببابا نويل ونيكولاس وسانتا كلاوس. فيليس هو واحد من أقدم الآلهة، ويعتقد إنه إله الوفرة. يبدأ مع قدومه حفظ التراتيل استعداداً لعيد الميلاد، ففيليس هو من علم أجدادنا حرث الأرض وزرع الحبوب. كان فيليس منذ البداية راعي أرواح الأسلاب، وواصلاً بين عوالم الأحياء والأقارب المتوفين، يتركون حتى اليوم في الحقول في وقت الحصاد قليلاً من الحبوب غير المحصودة تذريماً لفيليس المسمى لحية فيليس، رغم أن الأغلبية تطلق عليها اليوم لقب لحية سباس أو ديد، ونادراً لحية بيرون، لكن هذا ليغير جوهر الأمر. وصنعوا من هذه الحبوب في حزم السنابل ديدوخ، أي روح الجد، على أساس أن أرواح الأسلاف تختبئ فيه، وهو أهم أداة طقسية في عيد الميلاد. يبدأ صنع ديدوخ من الحصاد، أي يجب تحضيره بدءا من الصيف، حيث عاش على هذه الأرض المزارعون وطوروا أعمالهم، وراحوا يصورون آلهتهم على شكل تماثيل من الفخار والخشب وعلى شكل أحزمة من السنابل. كان الفلاح بعد الحصاد يترك أفضل حزمة من السنابل ويحفظها حتى الميلاد، وعند الميلاد كان يشكل منها تصميماً على شكل شجرة من سبعة مستويات كرمز لسلالته وأجداده، والأهم كرمز للإله، وهذا واحد من أقدم أشكال الآلهة. يتشكل الديدوخ من السنابل المختلفة، وفي الأغلب من التي يزرعها الفلاح نفسه، فعند البعض كانت من الجودر، وعند البعض الآخر من الشوفان أو القمح، وعند ثالث من الجميع، وكان هذا مرتبطاً بما تزرعه العائلة. يوجد العديد من الطرق والأساليب لصنع الديدوخ، ولكن الأكثر انتشاراً هو الديدوخ على شكل شجرة لها مستويات سبع، ويقولون أنه يجب أن يحتوي كل عرق في الديدوخ على سبعة سنابل وعلى 12 عرقاً من سبعة أخرى، تعني المستويات السبع وفقاً للتقليد الشعبي، سبعة أجيال العائلة. وحتى في كلمة سيميا نسمع أن كل هذا مرتبط بالعائلة، حتى أن العدد سبعة يمكن أن يكون نظاماً تقويمياً سبعة أيام أسبوع، ووصل إلينا هذا من القدم، وربما الديدوخ نفسه كان عبارة عن نظام للتقويم. صنعت العائلة كلها الديدوخ، وتعرفوا على أن يدخله صاحب البيت فقط، كان إدخاله من وظائف الرجال لتسكب ربة البيت بعد ذلك الهريسة في الوعاء، وربما كانت تلك اللحظة لحظة هبوط أنفس الأسلاف، والأهم في كل ذلك أن يصنع بإيمان خاص. يضيع شكل الديدوخ في الزمن ولا يمكن تحديد عمره، يبدو أنه ظهر مع بداية ظهورنا على الأرض وزراعتنا للحبوب حتى قبل أن نسمى أوكرانيين. يجمع الحرفي في أيامنا دائماً السنابل الخضراء فوراً بعد إزهارها، وبما أن الحبوب لم تنضج بعد فهي لا تسقط عن السنابل محافظة على شكلها الجميل جداً، يمكن الاحتفاظ بهذا الديدوخ أكثر من سنة، كانوا يتركون حزمة أخيرة منها يصنعوه، لم تكن سنابل الديدوخ جميلة جداً، حتى أن بعضها كان قد التوى وتساقط حبه، ولكن هذا هو المعنى الموضوع فيه من خلال رمزية السنبلة التي يجب أن تسقط حبوبها لتعطي الحياة الجديدة.
життя. Якщо ми навіть говоримо, що ялинка, يرمز الديدوخ أيضا للحياة الأبدية مثل شجرة الميلاد التي جاءت إلينا من الدول الأخرى. يتجدد كل عام رابطا بين الأجيال السابقة والمعاصرة. ندرسه ونزرع حبوبه ونعود ونصنعه من جديد من سنة إلى أخرى، وهذا انبعاث وقيامة جديدة. أدخل الديدوخ إلى البيت بشكل مهيب إبان الميلاد أو قبله، ووضع في الزاوية مع الخبز والهريسة والمغلي من الفاكهة المجففة، أو إبان عيد الميلاد ممثلاً ولادة الشمس الجديدة بوكيت شوكولادة أي قرص الرب. ينعكس تصور آخر حول خلق العالم وتنظيم الفضاء عائد لقبل المسيحية في معلم آخر للميلاد يسمى العنكبوت الذي يشكل نموذجاً للكون وهو من القش. العنكبوت هو تصور الإنسان القديم عن الكون والقوانين الكونية. نتحدث الآن بلغة العلم، بينما تحدث الإنسان سابقاً بلغة الأساطير ونقل تجربته من خلالها. وكيف يمكن نقل هذه المعارف عن الكون والفضاء؟ من خلال الإيمان. هذا ككتابة الرسالة التي نواصل نحن المعاصرون كتابتها، وربما نسينا بعض مبادئها ومعانيها الأساسية، ولكننا ما زلنا إلى اليوم نخطها وننقلها إلى أولادنا والأجيال القادمة. Центральний получиха і пішли. إذا نظرنا إلى شكل العنكبوت سنرى بنيته الواضحة، وكأن الخالق بدأ حياكة كونه. هكذا أيضا العنكبوت من القش، فهو مكون من بيت مركزي تنبعث منه وحدات تعبر عن الأولاد. إذا زرعنا شيئا في الداخل سيعبر ذلك عن الجيل الذي لم يولد بعد، وبإضافة إلى نشأة الكون يرمز إلى السلالة. يمكن أن يكون طول القشات مختلف، وذلك وفقا لتصوركم الخاص عن حجم العنكبوت، وإنما عدد الوحدات هو 12 دائما. هذه هي هندسته. أشكاله الحديثة متنوعة، ولكن أقدمها وأكثرها أصالة عند الأوكرانيين هو العنكبوت الهرمي، وهو معروف عند العديد من الشعوب. نسميه نحن العنكبوت، يسميه اللتوانيون بساتين القش، حتى الفنلنديون يعرفونه باسم خيميلي وتعني السماوي. ثبت العنكبوت على جسر السقف الرئيس، وهو النموذج الأول للنجمة، اللحظة الأولى من خلق الكون. فالعنكبوت يرمز إلى خلق الكون، ويمكننا تصور الانفجار العظيم وتشكل الوحدة الأولية ومن بعدها التالية والتالية. هبطوا على السطح وانتقلوا عبر الجسر ومنه عبر العنكبوت ليستقروا في الديدوخ. عندما يدور العنكبوت يتشرب الطاقة السلبية المختلفة، ومن هنا تقليد حرقه. ومنهم من يحرقه في يوم الاعتدال، ومنهم في الربيع، ومنهم من يحتفظ به طوال السنة في البيت. هذه واحدة من أقدم المصنوعات من القش وأكثرها غموضاً وأغنقة. تتميز بتناسق الأشكال والحركات المدعوة لحماية البيت وأهله من خلال تشرب بنية العنكبوت لكل الطاقة السلبية التي قد تعكر صفو حياة العائلة. خبزوا أنواعا مختلفة من الخبز للاحتفال بالميلاد، ومنها الخبز العادي الذي تناولوه على العشاء والتقصي الذي احتفظ به طوال أعياد الميلاد، كما وخبزوا خبزا خاصا للحيوانات حيث كانوا يعتقدون أن الحيوانات تتكلم في هذا اليوم مع الإله. لم تسمع احتفالات الميلاد الغنية بالطقوس التي استمرت على مدى القرون نسيان تلك الأعياد الشعبية الأصيلة التي رافقت الناس منذ القدم. افرحي افرحي أيتها الأرض، فالشمس الجديدة قد ولدت. هكذا غنوا منذ غابر الأزمان. كولادا ربة السماء عند الأوكرانيين القدامى، والدة الشمس وزوجة الإله داغبو، أهم آلهة الأجداد، وينحدر اسمها من كلمة كولو الاسم الأول للشمس. غنوا الكلادا ليس من أجل التهنئة فقط بالعيد، ولا من أجل تسول الضيافات أبداً، إذ كان لأغنية كلودا في الغابر معنى سحرياً. فعندما فقدت الشمس قوتها بالكامل، أرسل إله الظلام تشيرنبوغ على الأرض كورتشون الرذيل ليسرق الشمس ويخفيها عن الناس في مملكة جوف الأرض. ولو تمكن تشيرنبوغ من فعل ذلك لساد الموت والظلام الأزلي. ولكن الشمس لا تستطيع أن تموت. صلى الناس من أجلها ورأوا كيف بعد أن غطست في الماء حيت.
وارتفعت فوق الأرض جديدة قوية. فهرب أرباب الظلام وجاء الربيع على الأرض. آزر الناس الشمس بغنائهم الجماعي العالي وأنشدوا تمجيدا لها. وسميت تلك الأناشيد كولادكي، وكانت الشمس فيها كولادا. وهنأ الجميع بعضهم وصاروا ليبشروا العجز الهارمين والأطفال بميلاد الشمس والتغلب على قوى الظلام. حمل منشدو الكولادكي نجمة ثمانية موحدة لبداية الذكر والأنثى. نعلم أن الميلاد هو عيد الكولادا، ويصادف في الأيام التي يبدأ فيها تنظيم كل شيء بعد أن كان في حالة فوضى، فيعاد برمجته وتطهيره وإعادة توليفه. وبالتالي عندما جاء منشدي الكولادكا إلى صاحب البيت، لم يأتوا على أنهم الناس الذين يعرفهم ويراهم كل يوم، بل رأى فيهم الأجداد، أجداد سلالته الذين جاءوا لزيارته في عالم اليقظة. وحسب ما كانوا ينشدون وكيف كانوا ينشدون والإشارات التي أوحى بها هذا المكان، كان من الممكن توقع ماذا سيجري خلال هذا العام الذي طبق عليه هذا التأثير الشفهي الموسيقي والسحر الكلامي. يبلغ عمر عيد الميلاد الأوكراني حوالي 10,000 سنة، وهو عمر الزراعة في أوكرانيا. ومشهد المهد لم يكن مشهداً كما هو اليوم، وإنما طقس مقدس، وكانت الأنشودة الصلاة من أهم عناصره. وأسمت الكولادكا منشدي الكولادكا المشاركين في الطقس المقدس ضيوفاً سنويين، لأنهم كانوا يأتون بخبز ولادة الشمس الطيب مرة كل عام، ويتمنوا محصولاً جيداً، وأرعبوا القوى الظلامية بنار الشمس، فأكرموهم على فعلهم هذا. كان منشدو الكولادكا يحملون الأجراس الطقسية بشكل إلزامي، حيث أن رنينها وفقاً للعلماء المعاصرين ذو خصائص مضادة للبكتيريا، وتؤثر بشكل إيجابي جداً على صحة الإنسان وتطهر المكان. يتوج الميلاد بالعشاء. منع بشكل قاطع في النهار الذي سبق العشاء الشجار أو الشتيمة، ووجب تقديم العشاء للحيوانات في البيت أولاً، إذ كان بإمكانها وفقاً للمعتقدات التحدث في هذه الليلة، وللذئب وللصقيع أيضاً حتى يأتي الآن وليس عندما لا ينتظرهم أحد. استخدموا لتحضير عشاء العيد 12 جذعاً، وعدت على مدى 12 يوماً، وحضر على نارها 12 طبقاً. حتى النار كانت حية مولدة بواسطة الاحتكاك. وضعت أطباق الميلاد الأهم على زاوية الطاولة، واحتل ديدوخ مكان الشرف، وبقيت أرغفة الخبز في الزاوية، في حين أن الهريسة والمغلي رفع إلى الطاولة. نفخوا على المقاعد قبل الجلوس لتناول الطعام. اعتقد الناس أن جميع أسلاف العائلة اجتمعوا بقرب الموقد ومن بعدها على المقاعد، وكان من المعيب معسهم. بدأوا بتناول عشاء العيد مع ظهور أول نجمة في السماء، ومع أنهم يسمون هذه الهريسة الأولى في وقتنا غنية وهي للصيام، لم تكن للصيام قبل المسيحية، وكان وجود الخنزير على المائدة إلزامياً. وكانت الهريسة الموضوعة في الزاوية من القمح الكامل المنقوع بالمغلي والعسل عادة. الهريسة والمغلي وثلاثة أرغفة هي أكلات الميلاد الرئيسية، ولقد أتت إلينا منذ القدم كأضاحي للآلهة. اختبأ الأطفال خلال العشاء وبعده تحت الطاولة، وراحوا يقلدون أصوات الحيوانات الأليفة لكي يجري اقتناء هذه الحيوانات في البيت. اختبأ الوالد خلف كومة الفطائر وسأل الأطفال إن كانوا يرونه في تلك اللحظة، وتمنى أن لا يكون مرئيا في العام اللاحق أيضا من كثرة الطعام. رموا بحفنة من الهريسة إلى السقف ليتكاثر النحل. امتلأت ليلة الميلاد بالمعجزات، وسمعت أصوات منشدي الكولادكا من كل بيت معزة للناس وللفضاء العيش بسلام وانسجام.
وتبدأ هذه الدورة السنوية بمرحلة جديدة وبعزم جديد، وهكذا من عام إلى عام، وكما ينشد المنشدون، وهكذا من عام إلى عام، ما دام الرب الأمجد عين وقتك وحدد.